أنا دكتور حسن فؤاد مدير الآثار العربية، وأقدم لك الباحث الأمريكي مدير كلية اللاهوت بنيويورك. أهلا وسهلا. واللي بيألف كتاب عن أصول الرهبنة ونشأتها في مصر، وعاوز يتعرف من حضرتك على أبو الرهبان الأنبا أنطونيوس وآباء برية شهيد. بنعمة ربنا يتحدث العبد الخاطي مينا. أبو الرهبان الأنبا أنطونيوس اتولد سنة 251 ميلادية ببلد اسمها قمن العروس بمديرية بني سويف، وبعد ما تنيح والده كان ساب له 300 فدان من اجود الاراضي الزراعية في الصعيد. لكن القديس الانبا انطونيوس ساب العالم وترك كل حاجة وراح عشان يعيش متوحد. بعد ما تنيح الأنبا بولا، تنيح القديس الأنبا أنطونيوس أبو الرهبان سنة 356 ميلادية وكان عمره 105 سنة. بركة صلواتهم وشفاعتهم تكون معنا ولربنا المجد الدائم إلى الأبد آمين. فضل حضرتك. شكرا. انا شاكر محبتك. رجع الفلوس للدكتور تاني. صعلوك زي هيعمل ايه بالفلوس؟ عندنا آية جميلة بتقول ان محبة المال اصل لكل الشرور. حضرتك شرفت كل الرهبان ورفعت راس المصريين، واسمح لي اقدم لحضرتك كل التقدير والعرفان، واتمنى ارد لك الخدمة دي في اي وقت قريب. أشكر محبتكم يا فندم. ربنا يتمجد ويفعل كل الخير. سلام يا أبي. سلام يا أبونا. صحيح قدسك هتطرد أبائي وإخواني الرهبان السبع دول من الدير؟ يا ابني دي تعليمات سيدنا وأنا بنفذها. يا أبي سيدنا هيحزنوا ويقلموا طرد الرهبان السبع دولت في ليلة حد الشعانين المبارك. أنت رئيس الدير وأبو الرهبان وراعيهم والمسؤول عنهم أمام الله. يا ابونا مينا انت بقالك في الرهبانة 8 سنين بس، والاباء شيوخ الرهبان اللي اكبر منك محدش منهم اعترض. بعدين انت راهب متوحد ملكش دخل باللي بيحصل خالص. ارجوك يا ابي باسم صاحب الايام المباركة دي، ارجوك تأجل طردهم لحد ما يتقدموا بالتماس لصاحب القداسة البابا. اسألك باسم السيد المسيح اللي بذل نفسه عنا، تمهل. قلتلك ملكش دخل خالص. اتفضل يا حضرة الضابط، نادي على جنودك اللي واقفين بخيولهم برا علشان ياخدوا الرهبان السبعة برا الدير. يا ابي حللني، انا هفضل مع اباء الرهبان السبعة دول اخدم المريض والمحتاج منهم، وحشوف مواصلة وانزل معهم مصر واكون عبد خادم ليهم لحد ما هيرجعوا الدير بقوة الله المحيي. Thank you.
اخوك القس مينا عمل يستحق عليه قانون. السيد دخل في شؤون دين البراموس، يعترض على رئيسه، وكمان عايز يضربه بالعصا. قلبي بيقول ان الخبر ده مش صحيح يا سيدنا البابا. يا استاذ حنة، ابونا رئيس الدير جالي غايت هنا وحكالي كل اللي حصل. يا سيدنا البابا، قداستك عارف ان ابونا مينا دايما عند حسن ظنكم بيه، وقداستك بتحب ديرك وبتسميه دير البراموس البهي، دير البابا كرولس الخامس، وانا عارف ان الحكم في النهاية لقداستك وحدك في اولادك. يبقى اسمع يا استاذ حنة، تسافر النهاردة من هنا من اسكندرية على القاهرة وتقابل القس مينا والرهبان السبعة وتعرف الحقيقة، واذا اذن رب المجد هحصلك للقاهرة بكر واعرف ايه اللي حصل، ورب الخير يقدم الخير. انت ازاي تتدخل في شؤون الدير وانت عابد بعيد عن الدير والرهبان؟ كنت استحق غضب قداستك عليا لو اني اهملت الدفاع عن شرف دير البراموس البهي، دير سيدنا البابا، وسبت رهبان سبع شيوخ افاضل لهم تاريخ مجيد في الدير ينطردوا في جمعة الام الفاد المخلص يسوع المسيح. انت ما صرتش على رئيس الدير؟ حاشا لله يا سيدنا البابا، انا ما طلبتش غير انه يبص بعين المحبة والابوة للرهبان السبعة استنادا لقانون الكنيسة. اخطيت حليم يا سيدنا. خلاص يا ابونا مينا، انا عفيت عنك. خلي الرهبان السبعة يعدوا عليا ياخدوا بركة ويرجعوا الدير بسلام. اشكر محبتكم وابوتكم يا قداسة البابا، ربنا يحفظ حياتكم للكنيسة سنين وسنين عديدة، ولو سمح قداسة البابا يحقق للخاطي مينا رغبته. تفضل. انا نويت يا قداسة البابا اسكن في الجبل الشرقي قرب دير الملاك الابلي، في طحونة من طواحين الهوى المنعزلة تصلح قلاية ليا، وبنعمة ربنا حصلت على تصريح من دكتور حسن فؤاد مدير الاثار العربية وبإيجار رمزي لانه بتربطني بيه صداقة. ايوه، بس الجبل ده خطر عليك، ده مكمن للصوص. قلبي بيقول لي يا سيدنا البابا ان الخاطي مينا هيعيش في تعزية في الطحونة البعيدة عن العمران. وانا موافق يا ابونا مينا. حلمني يا سيدنا. Thank you.
مين ده ابونا داود؟ وبيروح فين؟ وعايش ازاي وفين؟ صدقني ما اعرفش عنه حاجه يا مرقص بيه. كل اللي اعرفه انه بيجي يحضر العشيه ويتنور في كل القداسات، وبعدين ياخد بعضه كده ويمشي من غير ما يكلم اي انسان. بس لازم نعرف عايش ازاي وفين. تعال يا ابني. شفت ابونا الراهب اللي خرج دلوقتي؟ عايزك تمشي وراه تعرف هو عايش فين وتيجي بسرعه تقول لي. حاضر يا ابني. سلام يا ابونا مينا. سلام يا ابونا القمص داود. اقدم لك مرقص بيه فهمي، راجل من خدام الكنيسه الكبار. اهلا يا مرقص بيه. اسمحني يا ابونا مينا، انت عايش في المكان المهجور ده ازاي؟ لا سقف ولا باب ولا فرش ولا غطا. وانا اكون مين يا مرقص بيه؟ انا دوده. انا بطلب من رب المجد يسوع المسيح انه يعني علشان اتشبه بالابرار والقديسين اللي عاشوا الوحده في البراري والصحارى والجبال محبه في اسم الله القدوس. ربنا يباركك يا ابونا مينا، انت راجل تقي وصالح. واسمح لي يا ابي الراهب، من بكره ابعت لك ناس عشان يبنوا لك الطاحونه دي، يعملوا لها سقف، يعملوا لها باب، ويبنوها دورين، دور تعيش فيه والدور التاني يتبني هيكل. لتكن مشيئة رب المجد. ايوه حاضر. حاضر يا حبيبتي، انا هاجي معاك. يا رب انت قلت غير المستطاع عند الناس مستطاع عند الله. باسم صليبك المحي اشفي عم مليكة. باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. يا رب يا يسوع. عم مليكة، عم مليكة اصحى اصحى يا عم مليكة. خد القربانة دي انا خبزها بنفسي، كلها. خد يا عم مليكة. ده بقاله 5 ايام يا ابونا مينا ما بياكلش ولا بيشرب. هياكل ويشرب يا مريم، ويشد حيله ويجي يصلي معايا. انا عارف انك شماس يا عم مليكة، هتيجي تصلي معايا في الطاحونة. يلا قوم. ابونا مينا
رب المجد يسوع شفاني ببركة صلواتك. أنا من اللحظة دي هكون شماس خادم لقدسك. ربنا يباركك. ربنا يخليك للكنيسة ولشعب الكنيسة يا ابونا مينا. ابونا مينا، ابونا مينا، شد حيلك. أعزينا يا رب في قداسة البابا يؤنس الـ19 اللي انتقل لأحضان قديسيك. عزي الكنيسة في نياحة قداسته واختار الابن الصالح اللي يرعى شعبك الرعاية الصالحة بشفاعة والدة الإله القديسة الطاهرة مريم، شفاعة كل قديسيك، بشفاعة شفيع مريمين العجيبي. أن لك الملك والقوة والسجود مع أبيك الصالح والروح القدس. عزينا يا رب، عزينا، عزينا يا رب. أبونا مينا، مينا، الحقني يا أبونا مينا. نعم يا قداسة البابا. العصاية انكسرت، عصيت الرعاية انكسرت مني، أنا حزين عليها أوي. هات يا سيدنا وأنا هصلحها لقداستك. اتفضل يا سيدنا، العصاية اتصلحت، اتفضل. لا، خدها يا ابونا مينا، انا وهبتها لك، خدها. وناوي تسيب الطحونة كتير يا ابونا مينا؟ غصب عني يا عم مليكة، اللي كان عليا انا ما سيبش الطحونة يوم واحد، لكن نيافة الانبا يوساب مطران جرجة والقائم مقام البطريرك طلب تعييني رئيس لدير الانبا صموئيل بجبل القلمون بناء على ترشيح صاحب النيافة الانبا اساناسيوس. دير الانبا صموئيل اللي معمول من الطوب الني، دي الكنيسة اللي فيه ما تنفعش للصلاة، دي قديمة وممكن تقع في أي لحظة. إذا أراد رب المجد ورحت دير الأنبا صموئيل هعيد بنا الكنيسة وهجددها وهبني مركز للدير، وهطلب من الابن المبارك حنا نسيم اللي بيجي يصلي معانا هنا إنه يمد إيد المعاونة ويساعد في البنا، وربنا يدبرها. وناوي تسافر إمتى إن شاء الله؟ يوم الجمعة الجاية بإذن الله بعد القداس. هسافر
ورب الخير يصنع كل الخير. صلي يا عم مليكة، صلي لي. ربنا معاك يا سلام يا ابي. سلام يا ابونا مينا الصموئيلي. مش قصك تيجي ترتاح شويه وتاكل لك لقمه؟ يا ابونا مينا، بمعونه الرب لازم انتهي من بنى الكنيسه هنا في دير الانبا صمويل المعترف. سيدنا الانبا اثناسيوس مطران بني سويف مستعجل جدا على بنى الكنيسه عشان هيجي يدشنها بنفسه. ربنا يبارك تعب محبتك يا ابونا مينا. من يوم ما مسكت الدير وقدسك رفعت كل الانقاض وبترمي الاساسات ولسه هتصب الاعمده وهتبني سقف للكنيسه ومسكن بدورين. عشان كده سيدنا الانبا اثناسيوس ناوي باذن المسيح يرقي قدسك لرتبه القموصيه يوم تدشين الكنيسه. يا ابونا مينا، انا خادم لرب المجد ولكنيسته. مينا العابد الضعيف اللي ما استحقش نعمه الكبيره عليا. صلي من اجل ضعفي يا ابونا مينا، صلي من اجل ضعفي. ربنا يخليك لينا يا ابونا القمص مينا. ربنا يباركك يا عم مليك. الحرب العالمية الثانية شد حيلها، بس الحمد لله قوات الحلفاء بيحافظوا على مدينة القاهرة. رب السلام يوهبنا سلامه ويحافظ على مصر وشعب مصر. انما يا قدسك بتفكر في ايه وناوي تعمله؟ بنعمة ربنا يا عم مليكة وبمعاونة ابناء المسيح. ايوه، حبني سكن بسيط اعيش فيه، وناوي اشيد كنيسة باسم شفيعي الشهيد العظيم مريمينا العجيبي في منطقة مصر القديمة، في حتة أرض حوالي 500 متر. ربنا يدبر تمن شراها وابني عليها الكنيسة والسكن. ربنا يدبر. صلي يا عم مليك. أغابي يا ابن الأمص. سيدنا الأنبا أثناسيوس، أقبل أيديكم يا سيدنا. أنت ليه ما قدمتش طلب لترشيح نفسك؟ ربنا يحفظ حياتك يا سيدنا. ربنا يختار الراعي الصالح اللي يرعى شعبه ببر وطهارة قلب. أنت عارف الأحداث الحزينة اللي مرت بها الكنيسة بعد نياحة البابا مكاريوس الثالث ومن بعده البابا يوساب الثاني. الله يدبر أمر كنيسته. يا ابونا مينا، انا قدمت تزكية باسمك قبل قفل باب الترشيح. انا يا سيدنا مين؟ انا الدودة الصغيرة عشان اتطلع للمهمة العظيمة الخطيرة دي. يروح فين الصعلوك بين الملوك يا سيدنا؟ انت بركة كبيرة يا ابونا مينا، انت بركة كبيرة. مبروك على الكنيسة ومبروك على الشعب، قدسك بقيت قداسة البابا. ثانية واحدة، هدوق أجراس الدير عشان الشعب كله يفرح ويطلع يبارك لك. استنى يا عم مليك، استنى لحد ما ينتهي قداس القرعة الهيكلية في الكاتدرائية المرقصية. حللني يا سيدنا. المجد لك يا رب، اخترتني انا الضعيف لتظهر قوتك في ضعفي. من عندك القوة يا رب، اعني يا رب، لاني ارتعب من عظمة موهبتك. انت امين وعادل، لا تترك محبيك يا رب. من عندك القوة، من عندك العون يا إلهنا وفدينا. كنت أود أن أعيش غريبا وأموت غريبا، ولكن لتكن إرادة الله،
تكن إرادة الله. مسؤولية كنيسة المسيح وشعب المسيح حملوا مسؤولية كبيرة على كتاف الصعلوك الحقير الفقير. حبيبي مريمينا، حب العميق وارتباط الروحي بسيرتك العطرة من طفولتي وطول رحلة غربتي في الحياة وشفاعتك لي أمام رب المجد في كل ضيقاتي وأزماتي قوت ارتباطي بيك يا حبيبي. ودلوقتي بعد ما اختارتني العناية الإلهية للمكان اللي ما يستهلوش الصعلوك الحقير، ربنا يقدرني بشفاعتك إني أعمر منطقة مريوط كلها باسمك وابني على اسمك دير مريمينا العجيبي، يتبارك ويتمجد بيه اسم الله القدوس وبشفاعتك وبصلاتك عنا. ساعدني يا ربي، ساعدني ابني دير مريمينا العجيبي. كفاية يا سيدنا ان الخمسين فدان اللي قدستك ناوي تبني عليهم دير شفيعك مريمينا العجيبي جنب المدينة الاثرية في مريوط. عشان كده انا اخترتها، ربنا يدبر واقدر اشتري كمان 50 فدان علشان ابني الدير على مساحة 100 فدان. ربنا يحفظ حياتك يا سيدنا وتعمر دايما. صلي يا ابونا بنيامين ان ربنا يدبر لينا المبلغ اللي هندفعه مقدم لل50 فدان التانية لهيئة الصحارة. كويس انهم وافقوا، وكويس ان مصلحة الاثار وافقت ان احنا ننقل الاحجار من المدينة الاثرية عشان نبني بيها الدير. صاحب الدير هو اللي يتصرف. اتصرف يا مريمينا. امين. حللنا يا سيدنا. خير يا ابونا بنيامين، في مندوب من طرف الرئيس جمال عبد الناصر منتظر في حوش الكنيسه بره. الرئيس جمال عبد الناصر عايز قداستك تروح له. حاضر يا ابونا. العالم كله يعرف انك الصديق الوفي والمخلص ليا، وانا اؤمن يا قداسه البابا ان كل واحد حر في دينه وفي عقائده، وان الدين لله والوطن للجميع. ربنا يحفظك لمصر يا سيادة الرئيس. الحقيقة أنا دايما بعلم أبنائي في الكنيسة إنهم يؤمنوا بالله ويحبوا الوطن. شوف يا أبويا، أنا علمت أولادي وفهمتهم إن اللي يتبرع لبناء كنيسة زي اللي يتبرع لبناء جامع بالظبط. والأولاد عندي لما عرفوا إنك هتبني كنيسة جديدة كسروا حصالاتهم وادولك اللي فيها. ربنا يخلي لك اولادك يا سيادة الرئيس. ربنا يباركك ويخليك لمصر ولشعب مصر. وناديت على حنة يوسف حنة واديته المنديل عشان يعد الفلوس اللي اتبرع بها اولاد عبد الناصر. ويشاء رب المجد يا ابونا بنيامين ان الفلوس تطلع بالظبط قد تمن مقدم حتة الارض وزيادة 5 جنيه قيمة اتعاب المحامي اللي هيكتب العقد. قداستك بركة كبيرة يا سيدنا، ربنا يحفظك ويديم حياتك. البركة بركة مريمينا يا ابونا. وبإذن رب المجد في نوفمبر السنة دي وفي عيد الشهيد مريمينا هنحط حجر الأساس لبنى ديره المبارك، وربنا يفعل الخير. ربنا يبارك يا سيدنا. سلام. سلام يا سيدنا. يا ابونا متى، انت وكيل دير الانبا انطونيوس وناموس ايدك كحلي، جبت التونيا بتاعتك؟ ايوه سيدنا. انا اتصلت بيك وطلبتك تيجي علشان هنروح دلوقتي كنيسه القديسه بالباره بمصر القديمه.
نصلي مزامير نص الليل والتسبيحة ونرفع بخور باكر ومعانا الشماس اللي مرز. ايوه سيدنا، بس احنا دلوقتي الساعة واحدة بعد نص الليل. يا ابونا سفر الامثال بيقول الذين يبكرون الي يجدونني. حضرت العربية طبعا يا عزمي. ايوه سيدنا. يلا بينا. افتح الباب يا عزمي. ساعده يا سليمان. حاليا يا سيدنا، الباب مش راضي يتفتح. ساعدهم يا ابونا مت. طابو خين ابراني مبيوتني مبشيرين مبابنا بمايس وافنوتن ووت امين. افتحي ايتها الابواب الدهرية ليدخل ملك المجد. أغاب يا سيدنا. أغاب يا أبونا أنطونيوس السورياني. سيدنا الأنبا ساوفيلوس رئيس دير السوريان قال لي إن أجازتك طالبني هنا في المقر. اتفضل اقعد يا ابني. أنت يا ابني خادم مبارك في مجال الخدمة والدراسات الروحية. وأنا عجباني جدا دراساتك وأبحاثك اللاهوتية القيمة. يا سيدنا لابنك الخاطي، وكل أبنائك عايشين ببركة صلواتكم وبالنعمة الكبيرة اللي وضعها رب المجد بين إيديكم. يا ابني انا خاطي. كل شعب المسيح عارف يا سيدنا ان قداستك ما بتحبش ان حد يذكر انجازاتك ولا المعجزات اللي بيصنعها رب المجد على ايديك، وبتنكر ذاتك وبتكره الافتخار الباطل، عملا بقول معلمنا بولس الرسول: واما من افتخر فليفتخر بالرب، لانه ليس من مدح نفسه هو المزكى بل من يمدحه الرب. احتاج صلواتك يا سيدنا. انا بضع صليب رب المجد على راسك يا ابني، واعلن رسمك يا انبا شنودة اسقف للتعليم في الكنيسة القبطية الارثوذكسية، ويوم 30 سبتمبر هتتم صيامتك مع اسقف للخدمات الاجتماعية بقوة رب المجد. والرب يباركك يا ابني. حاليا يا سيدنا. Thank you.
ربي وحبيبي ومخلصي يسوع المسيح، إلهي الصالح، يا من فديتني على خشبة الصليب، اغفر خطاياي واجعلني مستحقا أن أكون معك في سماء الملك الأبدي أمام عرش نعمتك. يا رب، يا رب، هل كان عبدك الخاطئ الضعيف خادم أمين لشعبك؟ يا رب اغفر زلاتي، شفاعة أم النور والدة الإله القديسة مريم، وشفاعة قديسك وشهيد اسمك مريمين العجيب. ادخل. اسمع يا ابونا بنيامين، انت سكرتيري الخاص، وانا اديتك كل اللي يخص امور الكنيسة. خلوا بالكم الكنيسة يا ابني، خلوا بالكم، ربنا يرعاكم، ربنا يدبر كل أموركم. خلوا بالكم الكنيسة، خلوا بالكم يا ابني، شعبك ليك، لأنك أصريت أنك تخرج تباركهم رغم مرضك ورغم تحذيرات الأطباء. النهارده كام يا أبونا بنيامين؟ النهارده 30 أمشير 1687 للشهداء، 9 مارس 1971 ميلادي. وصلت الدكتور يا عزمي، وصلت يا سيدي. أنا يا ابني خلاص، أنا زهقت، زهقت، أنا عاوز أسافر، خلاص، خلاص عاوز أسافر. إحنا مسافرين يا ابني، مسافرين. يا أبونا بنيامين، وصل أباء الكهنة ياخدوا بالهم من الكنيسة. أنا خلاص يا ابني، أنا خلاص. خلوا بالكم الكنيسة يا أبونا بنيامين، خلوا بالكم الكنيسة.